السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هعرفكم طرق كتيرة بدائية في خبز العيش. الطريقة دي بيسووا العيش على البخار، والطريقة دي عبارة عن فرن كده بالفخار، في نار من جوه بيعملوا الخبز ويلزقوه. ده أهل الشام اللي بيعملوا على طول الخبز ده، بيلزقوه كده في الجدران، بتبقى احلى خبز، بيخمر عادي زي الخبز اللي عندنا، بس بيكون الطبقه بتاعته سميكه شويه. الخبز ده مشهور جدا عندهم في بلد الشام وفي تركيا وفي البلاد العربيه والبلاد الغربيه برضو، ساعات بيقلدونه وبيعملوا منه. بيطلع العيش بالطريقه دي طري جدا وهش من جوه، بصراحه طريقه جميله. والطريقه دي برضو بيعجنوا العيش وبيعرضوها لنار مباشرة على حاجة كده زي الصفاية، بس بيكون ألمونيوم، وبيسووا العيش. الطريقة دي بقى طريقة بتاعت البدو، بيعملوا العيش في شالية كده واسعة وبيحطوا فيها فحم، وبيطلع العيش زي ما انتوا شايفين كده، زي الرقاق رفيع، زي عيش الكريب بالظبط. الطرق دي كلها على الصاج، طرق جميلة وموفرة للغاز. طبعا كل اللي عليكم بتجيبوا فحم او بتجيبوا وقيد زي الحطب او الخشب. والطريقة دي برضه على الصاج، بس بيفردوا العيش، بيعملوه زي البوزة كده وبيفردوه بالمطرحة دي، وبتبقى العيش عبارة زي الرقاق كده واسع وجميل. والطريقة دي برضه طريقة البدو او العرب، بيعملوه على الصاج كده، بتبقى الصاج متني لبره، بيعملوا عليه الرقاق كده صابح اول باول، بتبقى رغيف كبير وابيض، بيتعجن بس بميه بملح زي ما انتوا شايفين كده، وبيتعرض لنار مباشره وبيتقلب اول باول. والطريقه دي برضو طريقه خبز العيش زي الطريقه التانية اللي شفتوها، بيعجنوا العيش وبيخبزوه وبيسيبوه كده يرتاح شويه، وبينزلوه في قلب النار، يدوب يشم النار بيجب كده ويطلعوه. بصراحة عليهم حاجات، يعني الحاجات دي موفرة جدا للغاز وللوقت والمجهود، وفي ثانية بتلاقي نفسك مسوية كمية عيش كتيرة أحسن من الطرق بتاعت النهاردة. أهو العيش زي ما انتوا شايفين كده، جميل صابح، بيتاكل الصبح كده سخن، وده برضو على الصاج، بيقلبوه كل شوية. الناس دي ناس ما بتنامش من صباحية ربنا، بيصحوا يخبزوا العيش أول بأول طازة وبياكلوه، ما بيستنوش زينا كده يجيبوا العيش، مش عندهم فريزرات ولا تلاجات زينا كده بيخزنوا الحاجة فيها، لا أول بأول. والطريقة دي على البوتاجاز، بس على كده صينية فخار بتيجي مخصوص لخبز العيش. دي بقى طريقة عجين العيش في أفريقيا، بيعجنوا العيش كده في حلة، بيحطوها على النار يسخنوها، وبيمسكوا كده خشبة كبيرة يفضلوا يضربوا في العيش، بيطلع برضو عيش جميل جدا. مفيش أحسن من عيش الفلاحي، تلاقيه الرغيف نظيف، بتلاقي الغلة منخولة كذا مرة، مش بيحطوا كده الغلة كده باللي فيها، لا بينخلوها وبينضفوها. ودي برضو طريقة بيعملوا العيش الصغير، بيعملوا رغيف صغير زي الرغيف اللي بناخده الأيام دي من الفران، لكن مفيش أحسن من العيش الكبير اللي انتوا شايفينه بالنشابة شغالة أو بمصورة. لو مش عندك نشابة مصورة كده ناعمة بتفرد بها الرقاق. بصراحة الطريقة دي كان أمي وستي كلهم بيعملوا الخبز بالطريقة دي، وكان بيطلع معهم أحلى عيش، وأنا كنت بقعد معهم أخبز معهم. ودي برضو طريقة تانية على الصاج، بس الصاج كبير شوية، ودي برضو طريقة بيبعبلوا العيش وبيطروه، بعد كده بيفردوه بالنشابة وبيقطعوه كده لغاية ما يرتاح، طبعا بيعجنوه في الطشت. ودي طريقة تانية بيعملوه، بياخد شكل الشكل كده اللي انتوا شايفينه زي الشوية بالظبط. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوش تكتبولي في التعليقات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يلا كل سنة وانتوا طيبين، سلام عليكم.